معلومات عن ميرا ويزن وآدم، مكان الميلاد من فلسطين من غزة. لديهم حساب على إنستغرام يتابعه أكثر من 150,000 متابع. اسم والدهم وسام حمدونة، اسم والدتهم نداء. ظهرت والدتهم معهم بعد وصول قناتهم المليون مشترك. تبلغ والدتهم من العمر 34 عام وتحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال. كان لديها رغبة بعدم الظهور على قناة اليوتيوب، لكن قوانين اليوتيوب جعلها تضطر للظهور مع زوجها على القناة. والدتهم هي من تضع الأفكار لجميع القنوات، وهي من تقوم بالتصوير وعملية المونتاج. والدهم لا يظهر كثيرا معهم في القناة لضيق الوقت وانشغاله بالعمل. والدهم يعمل تاجر مفروشات. والدهم لا يحب الشعر القصير ويرفض قص شعر يزن. يزن وآدم سيفتتحان قناة مشتركة على يوتيوب في مجال الرياكشن والجيمينج. أصدروا حتى اليوم فيديو كليبين، كليب مش زي حدا بالعالم والتاني اسمه طريق طويل. معلومات عن ميرا: تدرس بالصف السابع ويبلغ عمرها 12 عام. ستلبس الحجاب عندما تكبر، وبكل تأكيد سيكون قبل دخولها الجامعة. تفضل من بين أسماء البنات اسم قمر، وكانت تتمنى أن يكون اسمها قمر. تخاف من الصرصور وتحب القطة من بين جميع الحيوانات الأليفة. ميرا لديها صفة المزاجية. الأغاني المفضلة لميرا الأغاني الأجنبية. تفضل ميرا أغنية وحشني يا غالي. معلومات عن يزن: يبلغ يزن من العمر 10 سنوات. يدرس يزن بالصف الخامس. يزن يفضل أن يكون اسمه بهاء. الحيوان الأليف المفضل ليزن هو الكلب. يكره يزن الفأر ويعتبره نقطة ضعفه. الأغاني المفضلة ليزن الأغاني الوطنية والأغاني الإنجليزية. يفضل أغنية عشقان سهران لأيمن أمين. معلومات عن آدم: يبلغ آدم من العمر 6 سنوات. يدرس حاليا بالصف الثاني الابتدائي. آدم يفضل اسم محمد، وكان يتمنى أن يكون اسمه محمد. الحيوان الأليف المفضل لآدم هو الكلب. الأغاني المفضلة لآدم أغاني الأطفال. يفضل آدم أغنية لحن الموت. غنى يزن راب في كليبه الأول مش زي أي حدا بالعالم، وغنى الراب في الكليب الثاني طريق طويل. غنت ميرا راب في كليب طريق طويل لأول مرة. مكان التصوير معتم وغير مناسب لتصوير الراب. كلام يزن غير واضح في الغناء ويحتاج لتدريب أفضل من ذلك. التقوا بعدد من متابعينهم في مكان التصوير. ظهرت سارة في دور صغير. ظهرت مها في الفيديو في دور صغير. كلماتها جميلة، ولكن حركات يزن لم تكن موفقة. ميرا كانت مرتبكة في بعض المقاطع. الأغنية الأولى أجمل من الثانية. كلمات أغنية طريق طويل لا تناسب الراب. وفي نهاية الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس قناة ألوان تيوب.